طيب الآن اليوم بدنا نحكي لكم اكزامبل على الكليبر. اكزامبل اللي هو أمامنا اكزامبل 2.7. Find the output of the parallel based clipper in figure 2.23a. For simplicity, assume V gamma equal to 0 and RF equal to 0 for both diodes. الاثنين اللي هم ال RF و V gamma 0 متساوي لاثنين. طيب حتى نحل هذا السؤال بدنا نحله بنفس ما كنا نستخدم مع ال rectifier. إذا بتتذكروا الريكتيفاير كنا نجزئ الحل لبوزيتيف هاف فاليو ونيجاتيف هاف فاليو، مش هيك؟ فهون بنفس الطريقة بدنا نحل السؤال. فخلينا نيجي على البوزيتيف هاف فاليو، هحل لكم اياه على السلايدات، شو رايكم؟ على الوايت بورد، خلينا نحله على الوايت بورد. دكتور؟ نعم. بس اغلبك في صوت مشوش على صوتك شوي، مش واضح. شوي لحظة شوي خليني اشوف. لحظة شوي. هيك احسن؟ ايه دكتور تمام. طيب هاي السؤال تبعنا، شايفين انتوا الوايت بورد مش هيك؟ واضح. طيب اللي بدنا نسويه كالتالي، بدنا زي ما حكيت لكم نستخدم نفس الاسلوب اللي استخدمناه بالريكتيفاير عشان نحل السؤال. طبعا الان يعني اول بدي اشوف انا اقسم الحل لبوزيتيف هاف سايكل ونيجاتيف هاف سايكل. خلينا نشوف بالبوزيتيف هاف سايكل. هاي البوزيتيف هاف سايكل راح يكون انا عندي دي 2 اكيد اوف، لانه جاي موصل، واضح انه وصل بالريفرس بايس، يعني هذا اللي هو دي 2. طيب بالنسبة لدي 1 نسوي كي في ال على هاي اللوب ونشوف متى بكون اون ومتى بكون اوف، اللي هي ماينس في انبوت
زائد I في R 1 زائد I في R 2 زائد V D 1 زائد V 1 equal 0. الآن بفترض أنه died off، فبيكون هاي صفر وهاي صفر، فتصفي عندي V D 1 تتساوي إيش؟ V input زائد V 1. الآن هاي لازم تكون أكبر من، إذا كانت أقل من figure بتكون died ماله off. دكتور V input ناقص V 1 بس هون، لأنه بننقله على الجهة الثانية صح؟ أنا نقلت هاي مزبوط ناقص، تمام؟ تمام. طيب هاي الحالة إذا كان D 1 off و D 2 أصلاً off، شو تكون قيمة V output؟ اللي هي V input نفسها؟ V input نعم، لأن ما في عندي تيار، فبالتالي بصير كيف على هاي الأوتر لوب، وهي المقاومة عليها الفولتج صفر اللي هي R1، فتصفي عندي V output بتساوي V input. في اشي انا هون ما كملته، اللي هو خليني احط V input على طرف وبقية معادلة على طرف، اللي هي هيك خليني اكتبها هون. اللي خلينا احط انه ايش V input اقل من V1 زائد V gamma، تمام. طيب بالعكس اذا كانت V input أكبر من V1 زائد V gamma، بهاي الحالة شو تكون الديود؟ 1 on، وإذا كان الديود 1 on شو تكون قيمة V output؟ خلينا نشوف والله الـ V output شو تساوي. هاي عندي الدائرة، الآن D2 off و D1 on، تمام؟ فهي اللوب عندي هيك بهذا الشكل، أو عفوا V output، خلينا نحكي إنها V output بتساوي هاي، هاي V output الفولتية اللي هون، اللي هي نفس الفولتية اللي هون، هاي open circuit فخليني أنساها. فإذا هي إذا مقاومة على R2 زائد مقاومة على D1 زائد مقاومة على V1، فإذا شو بتساوي؟ بتساوي المقاومة على R2، كم المقاومة على R2؟ فولتج ديفيجن، تذكر إنه هاي D1 بنشيلها بحط مكانها باتري، بصير عندي مقاومتين وعندي هون فولتج سورس وعندي هون فولتج سورس، فتصير هيك بهذا الشكل. R2 على R1 زائد R2 مضروبة في V input minus V gamma minus V1. طيب زائد الفولتية على الدايد هي كم؟ زائد V gamma زائد الفولتية على الباتري هي كم؟ V1. خلينا أحط لكم إياها بالأرقام ناشية هيك، ما دام عندنا أرقام بالسؤال، ليش ما نستخدم الأرقام؟ R2 على R1 في R2 كم؟ نص صح؟ لأنه كل واحدة 10 10 كذا. V input خليها V input زي ما هي، لأنها متغيرة مش رقم. V gamma صفر،
في 1 2 زائد 0 زائد 2 فهي المعادلة. طيب خلينا نيجي على الحالة الثانية. أي حالة؟ اللي هي النيجاتيف هاف سايكل. طيب النيجاتيف هاف سايكل تي 1 اوف بالمقابل خلينا نشوف بالنسبة لدي 2 شو الوضع. فخلينا نساوي كي في ال على هاي اللوب اللي هي ماينس في انبوت ماينس دي في دي 2 صح ماينس في دي 2 ماينس في 2 بتساوي صفر. انا نسيت اشي كمان صح، نسيت تر، نسيت الار 1، خليني اضيفها هون، خليني اضيفها بالاخر مش مشكلة. هي لازم تيجي ثاني كومبوننت، لازم تيجي هون، بس خليني اضيفها بالاخر. زائد اي دي في ار2 بتساوي صفر. اسيوم انه الدايد اوف دكتور ار1 مش ار2 صح؟ ار1 نعم صحيح. اسيوم انه اوف فبهاي الحالة بدها تصير عندي أنا هاي صفر، بدها تصير عندي في دي 2 شو تساوي؟ ماينس في انبوت ماينس في 2، لأن إذا كان هذا الكلام أقل من في جاما، طبعا في جاما صفر أنا عندي هون في هذا السؤال، يكون الدايود اوف. بهاي الحالة وبالتالي إذا كانت ماينس في انبوت أقل من في 2 بلس في جاما يكون دايد اوف. خلينا نضرب كل معادلة بناقص، وبالتالي إذا كانت في انبوت أكبر من في 2 ماينس في 2 ماينس في جاما يكون دايد اوف. بهاي الحالة شو تكون قيمة في اوتبوت؟ هي نفسها في اي هي نفسها في اي. هي نفسها في اي. تمام، فاذا في اوتبوت بدها تكون بتساوي في اي. إذا كانت
إذا كانت V input أصغر من minus V2 minus V gamma. بهذه الحالة شو تكون قيمة V output؟ كفي ال صح؟ اللي هي هاي، وتذكروا ان الديد الان راح يكون اون، فتكون في اوت بتساوي ماينس في جاما ماينس في 2. اذا بدي احطها بالارقام كونوا الارقام موجوده عندي، في اوت بتساوي ماينس ال، في عندي اشي غلط انا بالسؤال؟ نعم تطلع ماينس 4. لا هي لازم تطلع ماينس 4. لازم تطلع ماينس 4. في جاما صفر صح هون؟ نعم نعم ماينس 4 صحيح. فهيك تطلع، انا خفت انها تطلع 4 الموجب، لا هي لازم تطلع من ماينس. فهذا هيك بصير السؤال، تمام؟ واضح؟ واضح؟ طيب لو بدي ارسم الرسمة، أول شيء خليني أحدد أول إشي الـ V1 plus V gamma اللي هي 2، هاي 2 خلينا نرسم 2. طبعا عندي هون أوميجا تي، عندي هون في output. طيب هاي عندي 2، وخليني أحدد كمان هاي اللي هي ناقص 4 ناقص V2 صح؟ هاي ناقص 4، هاي ناقص 4. وخليني أرسم الساين ويف، نسيت أرسم الساين ويف. هاي الساين ويف، الساين ويف شو أكبر قيمة لها حسب السؤال؟ 6. متأكدة؟ لأنه السؤال هاي هي صح 6، هاي 6 خلينا نحطها ناقص 6. فكرة راح تكون السيجنال، من ناقص 6 ل 6 صاير. طيب الآن لما تكون في انبوت أكبر من هذا المقدار، خلينا نجي عليهم خلينا نروح على السلايدات. خلاص اتوقع هون بكفي، اتوقع موجود الباقي بالسلايدات، بس خلينا نتاكد انه موجود او لا. لا مش موجود. طيب خلينا نرسمه هون، الله بعيننا. طيب الان خلينا نيجي على المنطقة اللي بالنص، اسهل واحدة اللي هي ما بين 2 وناقص 2، او خلينا نكتب كل فانكشن مرة ثانية بشكل اسهل. يعني هاي في اوتبوت، في output بتساوي نيجي من الأصغر للأكبر، في output بتساوي ناقص 4 لما تكون في input أقل من ناقص 4. خلاص عوضت أرقام على طول، وبتساوي في input لما تكون في input ما بين إيش وإيش، أكبر من ناقص 4 وأصغر من 2 صح؟ ولا في عندي صحيح، وتكون بتساوي نص
في V input ناقص 2 زائد 2 لما تكون V input أكبر من 2. أبدي أرسمها صح؟ ماشي. طيب نيجي على المنطقة هاي تحت الناقص 4، يعني هون بالمنطقة هاي V output بتساوي ناقص 4، هاي هون ناقص 4 في اللون الزهري. طيب بالنص ما بين ناقص 4 ناقص 2، يعني ما بين هذا الخط وهذا الخط، في اب تساوي في انبوت، يعني الطبقات يعني هيك. تمام. طيب بضل عندي هاي اللي بالاخر، بهاي الحالة V input بتساوي V out بتساوي نص V input ناقص 2 زائد 2. طيب خلينا والله عشان نعرف نرسمها خلينا نعوض النقاط. مثلا خليني أعوض الستة، عند الستة طبعا شو بدها تساوي V output؟ خلينا نحط هون ستة. ستة ناقص أربعة 2، عفوا ستة ناقص أربعة 4، عفوا ستة ناقص 2 4، ضرب نص 2 زائد 2 4، فعند الستة تصير ايش؟ 4 هون تقريبا. خلينا نعوض 5، او خلينا نعوض 4، ليش 4؟ خلينا نعوض 4، ليش رقم فردي رقم زوجي. 4 4 ناقص 2 2، ضرب نص 1 زائد 2 3، فهون 3 عند الأربعة 3 هون. لما تكون في في انبوت 4 تكون في 3، هون نفس الشيء راح تكون 3. طيب عند الاثنين عند هاي النقطة 2 ناقص 2 0 زائد 2 2، فعند الاثنين 2، فهيك راح تصير. فإذا شو راح يصير بالسيجنال؟ هون راح يصير لها كليبينج بهاي المنطقة، هاي المنطقة صار لها يعني تغير الشيب تبعها، صار لها ريسايزنج يعني زغرت شوي. فخلينا نشوف السلايدات. واضح قبل ما ننتقل على السلايدات؟ في احد عنده سؤال؟ نروح على السلايدات. دكتور؟ نعم. لو سمحت بتقدر تعدل لي كيف طلعت الفي اوتبوت اللي هي نص في انبوت ناقص 2 زائد 2 اللي هي بالبوزيتيف هاف سايكل؟ هون قصدك؟ اهون. طيب هو هاي ال هاي الدائرة، الآن بهاي الحالة احنا عرفنا انه هذا الدايود اون وهذا اوف صح؟ هاي لحد الآن هون ما فيش مختلفين عليها ولا لا؟ لا تمام. طيب في اوتبوت اللي هي الفولتج من هون لهون، كونه هذا اوبن سيركت، ما بعرف انا كم الفولتي على اوبن سيركت كونه اوف، فخليني ارجع على هذا هاي هذا البرانش، يعني في اوتبوت هاي الفولتي اللي هي من هون لهون صح؟ تمام. كم الفولتي من هون لهون؟ اول شيء في عندي في 2، هاي في 2، وفي عندي هاي في جاما، هاي في جاما، طلع عندي هاي ار 2، كم الفولتي على ار 2؟ يعني اللي هي المقاومة قمة التيار اللي هي اي دي اللي طلعت معنا. انا سويت فولتج ديفيجن بس بامكاني استخدم زي ما انت حكيت المقاومة ضرب التيار. خلينا بالله نستخدم المقاومة ضرب التيار. تمام. هي عبارة عن اي 1 نسميه هو اي 1 ضرب ار 2 صح؟ اها. طيب كم اي 1؟ بهاي الدائرة مفروض نفسها اي دي تطلع معنا اللي هي كم؟ هاي انا عندي هيك الدائرة،
هون هاي في جاما 3 صفر بديش احطها المره صفر شورت سيركت. كم التيار هون؟ نعمل KVL بس مشكلة قيمة VI ما نحن متغيرة فكيف نطلعها؟ دلالتها. طيب خلنا نعمل KVL minus DS زائد I أو ID نفس الشيء في R1 زائد I في R2 زائد V2 تساوي صفر. فإذا I كم؟ VS ناقص V2 على R1 زائد I2 R2. إذا VR2 كم؟ صح؟ صح. تمام. يعني اللي هي هاي اللي هي هاي. تمام. طب دكتور سؤال ثاني لو سمحت. اللي هي هاي وهاي طبعا V1. انا ليش حطيت V2 هون؟ هاي V1 مو V2. مش V2 هاي V1. تمام هاي V1. تمام. نعم شو السؤال دكتور؟ هلا هون شو قصدك بالضبط بالبوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل؟ يعني فوق محور السينات او انه لما في اس بتساوي صفر وتحتيه؟ ايوه يعني مش هاي ساين ويف بتتغير هيك؟ شايفتها هي باللون الازرق هي بتتغير هيك؟ فالبوزيتيف هاف سايكل القيم الموجبه يعني بالبوزيتيف، والقيم النيجاتيف هاي اللي تحت محور السينات اللي بالسالب. واضح؟ تمام. يعني مرة عملناها لما كان فوقيه، مرة طلع معنا on والقيم اللي ديود فيها on والقيم اللي فيه ديود فيها off، ونفس الاشي بالنيجاتيف مرة on ومرة off. نعم صحيح. هذا الحل مشابه جدا لحل تبع سؤال الريكتيفاير، يعني نفس الطريقة حليته. صح؟ وصلت. تمام. طيب. شكرا. كملنا. حدا عنده سؤال قبل ما ننتقل على الصعيدات؟ طبعا هذا السؤال موجود بالكتاب example هو، بس ما بعرف هو حل حلينه اتوقع بتفصيل زي هيك بالكتاب. في حدا عنده سؤال؟ طيب خلينا نرجع على السلايدات. هذا هاي المحل ما احنا كنا نشرح هذا السؤال. وهاي عندي هون الحل تبعه نفس الدائرة اللي رسمناها بس ارتب من دائرتنا. تمام. فإذا هيك بنكون كملنا الكليبرز. هاي شايفين عند الستة طلعت عندهم أربعة. فهيك بنكون كملنا الكليبرز، والآن خلينا ننتقل للكلابر اللي هي كمان دائرة ثانية بتغير شكل السيجنال. الآن هذا الكلابر شوفوا عندي هون كاباستر دايود بهذا الشكل موصلين مع بعض. خلينا عشان نبسط على حالنا نعتبر انه ار اف صفر وفي جاما صفر وفي انبوت عباره عن في ام ساين اوميجا تي، يعني سينوسويدال سيجنال. تمام. طيب برضو خلينا نعتبر انه initially the capacitor is uncharged، يعني في سي عند تي ايكوال تو زيرو خلينا نعتبرها صفر. الآن بلش الانيشال فولتيه هون على صفر،
وهاي السينوسويدال سيجنال حكينا، فبلشت هتزيد في انبوت صح، وش كانت عند الصفر فبتزيد. طبعا اول ما تصير فوق الصفر وهاي عندي فولت يعني صفر، الدايت هذا الفولت راح يكون هذا الدايت راح يكون اون صح، لانه في قيمه تبعته صفر مش هيك؟ سوينا اسامبشن صار اون، كم راح تكون قيمه في سي بعد ما يصير اون؟ تذكر اون وفي قيمه تبعته صفر يعني زي كان الفولت عليه دروب صفر صح، فكم راح تكون في سي؟ راح تكون في سي بتساوي في انبوت. تمام، يعني هاي عندي هيك، هاي الساين ويف، هاي الفولتية على الكاباستر بتساوي في سي في انبوت اللي باللون الاخضر هذا في سي. طيب لحد ما يصل هون عند الماكسيمم، لما يوصل عند الماكسيمم شو بيصير؟ after v input reaches its maximum value اللي هي vm v input starts to decrease. إذا بتلاحظوا هاي باللون الأحمر v input بلشت تقل لأنها sine wave. طيب وإحنا بنعرف من المرة اللي فاتت حكينا إنه الكاباستر لما تزيد عليه الفولتية كيف بتزيد؟ بتدخل تيار بهذا الاتجاه وبصير يشحن وبتزيد عليه الفولتج. الآن إذا vc بدها تقل لازم التيار يخرج بنفس الاتجاه، بس احنا نعرف ان التيار مستحيل يمشي بالدائره بهالاتجاه. ليش؟ لانه هذا الدايت بيمر التيار فقط باتجاه واحد بهالاتجاه، مستحيل انه يمر التيار بهذا الاتجاه. فاذا هذا الكاباستر راح يشحن بس وما راح يقدر يفرغ لانه ما راح يقدر يطلع منه تيار. In order for the capacitor to discharge, the current has to flow out of the capacitor, but the diode is unidirectional and the capacitor does not discharge. فما راح يقدر يفرغ الكاباستر. فاذا الفولتية هون ايش؟ بدها تثبت هيك على الكاباستر. بما ان الفولتية تثبت هيك على الكاباستر، الدايت هذا راح يكون ماله اوف بكل الفترة هاي لحد ما يوصل لهون لعند الماكسيمم مرة ثانية. طبعا عند الماكسيمم هون المفروض الدايت شو ماله؟ يصير اون، ولكن ما بلحق يصير اون ولا هي الفولتية مرة ثانية قلت، فبرضه الكاباستر ما بيفرغ وتظل هالفولتية ثابتة على الكاباستر بهذا الشكل، وبالتالي بيظل زي كأن الدايت ماله اوف على طول. طيب فهذا اللي بصير بالدائرة هاي، هاي عندي في انبوت وهي الكاباستر بشحن بأول ربع بعدين ايش تثبت الفولتية فيه. طيب بهاي الحالة كم تكون قيمة في اوتبوت؟ كي في ال ماينس في انبوت زائد في سي زائد في دي ايكوال تو زيرو. خلينا نحط في اوتبوت، هاي لانها في اوتبوت هي في دي او في اوتبوت اوبن سيركت اصلا هو الدايت. اذا في اوتبوت شو تساوي؟ في انبوت ماينس في سي. في سي كم قيمتها؟ حكينا هيها ثبتت في سي، صارت قيمتها في ام، فاذا قيمتها في ام، فاذا في اوتبوت تساوي في انبوت ماينس في ام. يعني هي نفس قيم في انبوت ولكن كل نقطه من نقاط في انبوت نزلت بمقدار في ام. في ام قيمه ثابته اللي هي هاي في ام، خلينا نحكي مثلا 10 فولت، فهيك تصير شكل في اوتبوت. كل نقطة بتنزل بمقدار في ام، يعني هذا تصير هون، هذا تصير هون، هذا تصير هون، هذا تصير هون، وهكذا. هي هاي. تمام؟ فإذا هاي في اوت هي في انبوت ماينس في ام. فإذا هذا هو الكاباستر. عفوا هذا هو الكلامبر. في حد عنده سؤال؟ دكتور ممكن تزيد كمان مره لتنزل الفولتج؟ لانه هاي كل في اوتبوت صارت هاي الفانكشن تبعتها في انبوت ماينس في ام. شو يعني في انبوت ماينس في ام؟ في انبوت هي عباره عن ساين ويف، في ام كونستنت ثابت اللي هو هيو. فكيف بدي ارسمها؟ يعني في اوتبوت هي نفس في انبوت ولكن كل نقطه من نقاط في انبوت تنزل بمقدار في ام. تمام واضح؟ دكتور نعم. طيب ما احنا حكينا انه كل الجهات الدايت بتكون اوف صح؟ عشان نعم. تكون ثابت. طيب
ليش عشان بالنسبه اوبن سيركت؟ تمام، بس ليش بالرسمه الثانيه انه نزلت الرسمه؟ الان في اوتبوت شو بيصير قيمتها؟ هاي اوبن سيركت، اوبن سيركت صح؟ خلص بطل دايت صار اوبن سيركت، في اوتبوت شو قيمتها؟ هيك يعني. في اوتبوت شو قيمتها؟ اكيد راح تكون ماينس في سي زائد في انبوت. شو سؤالك؟ انه سؤالي انه دائما هي الدايود تكون اوبن سيركت تمام؟ فليش انه قبل كانت انه في انبوت تساوي الفي اي انبوت والثاني بعدين لا صارت في اي ناقص في ام؟ بالله عيد سؤالك شوي خلينا بالله مره ثانيه اذا سمحتي. انه دائما على كل الجهات بتكون اللي هي اوبن سيركت تمام؟ صحيح. فليش انه صار في عندي رسمتين؟ بما انه على كل الجهات هي المفروض تكون عندي رسمه واحده وبس صح؟ وين الرسمتين؟ الرسمه الثابته والرسمه اللي نزلت لتحت. طيب هاي الرسمه، هاي رسمه في سي، هاي رسمه الفولتج على في سي على الكاباستر تمام؟ بالنسبه لهاي الرسمه انا ما كنت فاهمه هاي الشغله. تمام. فهاي رسمه في انبوت، بس عشان بقية الزملاء، هاي رسمة في انبوت، هاي في انبوت ساين سيجنال، هاي الرسم اللي هون رسمة في سي اللي هو الفولتية على في سي. شو بصير بالفي سي؟ في سي بشحن 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 بعدين بوصل أكبر قيمة بعدين ما بقدر يفرغ، فبتثبت عليه الفولتية وبتصير قيمتها في ام، يعني في سي ماكس بتساوي في ام تمام؟ وهاي الرسمة اللي هون اللي هي في اوتبوت اللي هي الفولتية اللي هون اللي هي ناقص في سي ناقص في انبوت اللي هي طبعا في سي ماكسيمم طبيعتها شو صارت؟ في ام. ففي انبوت ماينس في سي يعني ماينس في ام، فهيك الرسمه تبعتها. في حدا عنده كمان، في حدا عنده سؤال؟ ايه دكتور، يعني ما بيمر تيار بالدايود؟ لا خلص بكون اوبن سيركت بعد الربع الاول، بعد هذا الربع الستيدي ستيت سوليوشن تبعه خلص اوبن سيركت. تمام؟ ما يمر فيه دكتور؟ نعم. لما صارت في انبوت اللي هي صفر او اكبر شوي يعني قبل ما يوصل للماكسيموم، ليه حكيت انه الدايود بصير وقتها اون؟ هون قصدك؟ قبل ما يوصل للماكسيموم. رسمت رسمة. هون قصدك؟ ولا هون؟ هون بالبداية. بالبداية قبل ما يوصل للماكسيموم ويصير اوف، نعم. ليش هون كان اون؟ بس سؤالك؟ بالضبط. طيب الان هاي الفولتي كانت عليه صفر صح؟ من انيشال فولتج. خلينا نسوي كي في ال ماينس في انبوت زائد في سي زائد في دي يساوي صفر. في دي بيساوي في انبوت ماينس في سي صح؟ اذا كانت هاي اقل من في جام كون ديد اوف، اذا كانت اكبر او يعني خلينا يساوي نحكي بيكون ماله الدايود اون صح؟ صح. طيب بالبدايه هاي كانت صفر، في انبوت كم؟ صفر. بلشت في انبوت تزيد تمام؟ فمعناته هذا الدايود شو راح يصير؟ هاي راح تصير اكبر من في جاما يعني ها او عرفتي او بتساوي في يعني بتساوي صفر. في انبوت ماينس في سي صفر ناقص صفر صفر، فيعني بلش ايش يصير الدايود يشتغل لانه هو بيحتاج لزيرو فولتج حتى يشتغل لانه في جاما تبعته زيرو. لان كل ما بتزيد في انبوت بده يضل في سي تزيد والدايود شغال 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 لحد نقطة معينة هون في سي بتثبت بتصير في ام، في انبوت بتبلش تقل بتصير اقل من في ام، فهاي المعادله بتصير اقل من في جاما، فهون بصير دايت اوف. فبهذا الربع كان اون بعدين صار اوف لانه كانت في انبوت ماينس في سي بتساوي صفر او بتساوي في جاما، فكان الدايت اون هون. واضح؟ تمام.
لكن بعد هيك خلص V input ظلت أقل من VC لأنه VC وصلت الماكسيمم، V input صارت تكون أقل من VC، فعشان هيك بطل يشتغل الدايود. تمام. في أسئلة أخرى؟ طيب إحنا عشان سهل على حالنا الموضوع ما نحكيش والله الربع الأول وكيف زاد الـ VC وكذا، خلاص بدنا نسهل على حالنا السؤال. خلاص لما نشوف كلامبر السؤال بنساوي لجزئين، بنقسمه لجزئين ونحله بسرعة، يعني سهل كثير بصير زي هيك. هاي عندي هنا مثلا كلامبر، بيجي على السؤال وبنساوي KVL، بنساوي KVL والديد أون اللي هي يعني الربع الأول، بس احنا بدناش نحكي الربع الأول خلاص، والدايد اون، وبحسب في سي ماكس، بعدين بساوي كي في ال مره ثانيه، والمره الثانيه بعتبر الدايد اوف اللي هي الستيدي ستيت اللي هي بعد الربع الاول، بعتبر الدايد اوف، والمره هاي بدل ما اوجد في سي ماكس خلاص في سي ماكس اوجدتها من الجزء الاول، بوجد في اوت بوت. فهذا كله الحل تبعي. فمثلا بالنسبه لهذا السؤال خلينا نسوي كي في ال والدايد اون minus VS زائد VC زائد VD زائد VB بتساوي صفر، بحط VC على طرف بقية المعادلة على طرف، فبصير عندي VC بتساوي VS minus V. اكتبها كتاب أحسن، خلينا أكتب، يعني هو مكتوب هون بس مش مشكلة، خلينا أعيده. هاي minus VS زائد VC زائد VD زائد VB تساوي صفر، فبالتالي VC بتساوي VS minus VD، بنحط مكانها V جامعة لأنه الديد أون حكينا بالربع الأول، حكينا الديد معتبره أون صح، ناقص V جامعة ناقص VB بتساوي صفر. طب أنا بدي أوجد VC max بالـ KVL الأول مرة، أنا عندي هاي ثابت هاي ثابت، VS تتغير، فإذا كانت هاي VC max VS شو لازم تكون؟ برضه كمان max، لأن اثنين إشارتهم موجبة صح؟ بدون تساوي صفر. نعم؟ بدون يساوي صفر آخر إشي، بدون يساوي صفر، بدون يساوي صفر. وبالتالي VC max شو تساوي؟ VS max لي كم؟ VM ناقص V gamma ناقص VB. بساوي كي في ال مره ثانيه، والمره الثانيه الدايد اوف، وبدي اوجد في اوت بوت. كونه هون عندي اوبن سيركت خليني اوجد في اوت بوت خلال هاي اللوب الكبيره. واضح انه في اوت بوت هي عباره عن ماينس في سي زائد في اس، اللي هي هيها، بحط في سي ماكس قيمتها هي اللي هي هون، فبصير معادله بهالطرف. طبعا بدي انبهكم على شغله بالنسبه للبولاريتي تبع الكاباستر، انا مره بامتحان من الامتحانات أعطيت الطلاب سؤال وكنت مخربط بالبولاريتي، هاي أعطيتهم هاي بلس وهاي ماينس، فهم حلوا السؤال طبعا وكلياتهم طلع معهم السؤال غلط. انتوا معاي؟ نعم معك. طيب يا دكتور بس نعم. هون ليش ما نعملنا في نوت بدل ما نحسبها في سي ماكس ثاني خطوه؟ لحظه شوي بالله، وين قصدك؟ ثاني خطوه فايند في نوت وايل ذا ديد اس فايند في اوتبوت. هاي في اوتبوت لما نوجد في سي ماكس، مش هو عارف. اصلا الهدف انه نوجد في اوتبوت. تمام، انا عندي هاي في انبوت والهدف اني اوجد في اوتبوت. فكيف بدي اوجد في اوتبوت؟ بقسم الحل لجزئين. اول شيء الجزء الاول بيكون الربع الاول، طبعا هو بمثل الربع الاول الديد اون، وبوجد قيمه في سي ماكس. الجزء الثاني خلص بعد الربع الاول صار ديد اوف، فبصير ديد اوف وبوجد في اوتبوت.
وطبعا بستخدم في سي ماكس اللي اوجدها بالخطوة الاولى. واضح شو جاوبت على سؤالك ولا لا؟ واضح واضح تمام. طيب انا كنت احكي لكم يعني انا مرة خربطت للطلاب اعطيتهم هاي بلس وهاي ماينس. طبعا كل الطلاب حلوا السؤال طلع عندهم اجوبة غلط. بس ما بصراحة يعني صفرتهم يعني ما رأيت اني انا كنت مخربط بالاشارات. تعرفوا ليش؟ لانه لازم انتم تعرفوا شو الاشارة. يعني هذا الديود بهذا الاتجاه بمر فيه التيار. فاذا التيار راح يكون هيك بهذا الاتجاه. واحنا بنعرف ان دائما التيار يفوت على القطب الموجب. فاذا هيك هذا القطب الموجب وهذا القطب السالب. فانت لما تيجي على سؤال زي هيك فبعديها انا بصراحة بطلت احط الاشارة على الكباستر. صرت اتركه بدون اشارة. كل الامتحانات صرت اتركه بدون اشارة. وصرت خلاص اعتمد انه ايش؟ الطلاب او انتم لازم تعرفوا شو الاشارة. اول ما تيجي على السؤال بالبداية بتتفرج على الديود وبعدين تيجي تحدد إشارة الكباسة بتحكي إنه دائماً إشارة الموجب مكان ما بفوت التيار والديود بحدد لك اتجاه التيار صح لأنه هو يوني دايركشنال فبتعرف إن التيار في هيك بهذا الاتجاه فبتعرف إنه هي لازم يكون بلس ماينس تمام؟ واضح؟ طيب بعد ما يصير عندي السيجنال هيك بهذا الشكل نقدر نرسمها؟ نقدر نرسمها، هذا كلياته عبارة عن رقم، يعني ممكن يكون مثلا 4. فكيف نرسمها؟ في اوتبوت هي نفسها في اس ولكن كل نقطة من نقاط في اس بدها تنزل بمقدار 4 مثلا. هاي على سبيل المثال هيك. هاي نفس السيجنال ولكن كلياتهم نزلت بمقدار. كم المقدار؟ حسب قيمة في بي وفي ام. وفي جاما. تمام؟ ممكن تكون الانبوت ساين ويف، ممكن تكون مش ساين ويف، ممكن تكون سكوير ويف، ونفس الشيء هي نزلت بمقدار. طبعا بامتحان يعني معظم الاسئله تجيب الكتاب، انا بجيب من اسئله الكتاب، معظم الاسئله الكتاب تكون سكوير ويف، فالطالب لانه متعود على ساين ويف برسم لي الاوت، يعني تكون الانبوت سكوير ويف والاوتبوت ساين ويف. طبعا ما بصير بحط له صفر، لانه هي نفس السيجنال ولكن نزلت بمقدار، صار شفت الاصفر، يعني نزلت بمقدار. تمام؟ واضح؟ في أي أسئلة؟ نحل لكم إكزامبل؟ يفضل لو كان إكزامبل على السكوير عشان نكون متعودين نفس الشيء. لكم إكزامبل على السكوير، نفس الإشي. تمام. أنت شو اسمك عفوا؟ اسمي عبد الرحمن محمد دكتور. عبد الرحمن؟ نعم. عبد الرحمن هي نفس الاشي بس انه ايش؟ شكلها سكوير يعني بس يعني مثلا خليني هسه افتح لك اكزامبل بس قبل ما احكي لك الاكزامبل يعني اوضح لك كيف نفس الاشي. انه لا بس انه كيف صيغه المعادله يعني؟ يعني مثلا هون هاي خليني اعوض ارقام يعني خليني نحكي مثلا في اس عباره عن 10 ساين اوميجا تي تمام في ام معناتها كم بتكون قيمتها 10 صح يعني في ام هاي صح صحيح نعم طيب خلينا نعتبر انه في جاما 1 فولت بديش اعتبرها فولت بدي اعتبرها 1 عشان اسهل لحالي وفي بي خلينا نعتبرها 5 فولت كيف راح تصير الرسمه؟ هاي المعادله راح تصير المعادله هي عباره عن في اس ماينس 10 انا كبرت هيك ماينس 10 لا خلينا نختار ارقام احسن من هيك طيب دكتور مش احنا اسيومد انه الفي جاما يساوي صفر هاي جنرال كيس هاي اسيومد انها صفر يعني بالبدايه عشان انا احلل لك السؤال وافهمك شو اللي بده يصير بالضبط
بس الجنرال كيس في قام ممكن يكون لها قيمة ولا لا؟ فبالآخر بغض النظر هي صفر أو قيمتها واحد، أنت بدك تعوض هون قيمتها. تمام؟ تمام تمام دكتور. فالآن بغض النظر شو رقم راح يطلع عندي هون، فرضا يطلع عندي ناقص 16، مع أنه رقم كبير أنا مش حابب هالأرقام. فأنت كل نقطة من النقاط في input بتنزل بمقدار 16 للأسفل، صح؟ راح تصير هيك السيجنال، هيك راح تصير. هاي مثلا الانبوت، راح تصير الاوتبوت هيك. يعني هاي بتنزل مقدار 16 راح تصير هون، هاي راح تصير هون، هاي راح تصير هون، هاي راح تصير هون، هيك راح تطلع السيجنال. يعني راح تنزل اسفل بمقدار 16. تمام؟ طيب اذا كان سكوير ويف من 10 لناقص 10، من 10 لناقص 10 كيف تنزل نفس الشيء، بتنزل مقدار 16. بدل ما هي 10 بتصير هاي ناقص 4 مثلا، بدل ما هي ناقص 10 بتصير ناقص 26. يعني بغض النظر شو شكل السيجنال، هو اللي بصير لها انها بتنزل، كل نقطة من قيم هاي الفانكشن بتنزل لتحت بس. واضح؟ تمام. نحكي هذا الاكزامبل. find the steady state، شوفوا ملاحظ هون حط كلمة the steady state. find the state لأنه هو اللي يعني بعد الربع الأول. find the steady state output of the diode clamper circuit shown in figure، هذا الفيجر. the output في input assumed to be sinusoidal signal whose DC level has shifted with respect to the receiver ground by value B, high B, during the transmission. Assume V gamma equal to zero and RF is equal to zero for the diode. عبد الرحمن يعني مرة ثانية هاي V gamma بهذا السؤال صفر، ولكن راح تشوف عنده بالproblems بعد الكتاب مرة مثلا تكون 0.7 مرة تكون 0.6 بالآخر بغض النظر هي صفر. عادي يختلف. بس في حالة عامة. نعم. هو انه يعني في حالة عامة نعوض، ما في مشكلة شو ما كانت تعوض. ايوه تمام. طيب خلينا بالله نساوي KVL. تذكروا KVL مرتين، مرة ودايد اون ومرة ودايد اوف. اول اشي البولاريتي تبعيت الكاباستر كيف راح تكون، هي الدايد هذا الاتجاه، فاذا هي تيار بهذا الاتجاه فاذا فعلا صحيح هاي بلس هاي ماينس. خلينا نساوي KVL، خلينا نساوي KVL هيك مثلا، بصير clockwise او counter clockwise. ماينس VB minus V input minus VC minus VD بتساوي صفر. الدايت اون طبعا اول خطوة، فتكون هاي بتساوي في جاما حسب قيمة في جاما. في جاما هون صفر بس ممكن تكون رقم. فبهاي الحالة VC بدها تساوي minus VB minus V input، خلاص بديش احط في جاما لانها صفر. تمام. طب انا بدي في سي ماكس، في بي ثابته، في انبوت بتتغير كونه هاي مضروبه في اشاره ناقص وهاي زائد، فمعناته في انبوت شو تكون مينيمم. تمام. فاذا في ماكس بتساوي في انبوت مينيمم ماينس في بي، في سي ماكس بتساوي في انبوت مينيمم ماينس في جاما ماينس في بي، هاي حكينا صفر. V input minimum كم؟ هاي السيجنال عبارة عن V input Vs sin omega t. V input minimum كم؟ minus Vs، صح؟ لما تكون sin ناقص واحد. طيب ناقص مضروبة في ناقص Vs شو بتصير؟ زائد Vs ناقص V gamma ناقص V B. هاي كملت الخطوة الأولى وهنا أوجدت VC max. الآن الخطوة الثانية بسوي KVL، والمرة هاي الدايت شو ماله؟ اوف. في اوتبوت شو بتساوي؟ واضح اذا كانت هذا اوف، في اوتبوت بتساوي في سي زائد في انبوت زائد في بي. هاي في اوتبوت بتساوي في انبوت زائد في سي ماكس طبعا زائد في بي. الان بحط مكان في سي ماكس قيمتها في انبوت زائد في اس
ماينس في جاما ماينس في بي زائد في بي، فبتروح في بي مع في بي، فبتصفي في اوتبوت عبارة عن في انبوت زائد في اس، هاي كمان صفر. طبعا يعني هاي في اس هو هون يعني كان اختياره تعيس للرموز في اس، لو انه حطها في ام بتكون اسهل عشان تفهموا اكثر. يعني في اس المقصود فيها هي في ام، هي حاطه كابيتال لتر يعني ها دي سي فاليو، بس مش عارف ليش مسميها في اس عشان بس هيك خربطكم. فاهم يعني هي هاي بتقابل في ام اللي هي معامل الساين. فمعناته شو بده يصير؟ السيجنال كل نقطه من نقاط السيجنال بترتفع بمقدار في ام، ما راح نشوف بدها ترتفع للاعلى. فخلينا هون احنا هذا انسوه، هاي ستيدي ستيت، شوفوا كل نقطه ارتفعت بمقدار في اس. فهي مثلا كانت عندي هون ماكسيمم في اس، شو صارت؟ 2 في اس. وهكذا هاي كانت عندي هون مثلا ناقص في اس، شو صارت؟ صفر. لو كانت سكوير ويف، سكوير ويف هيك اصلا شكلها، هاي هيك راح يكون شكل الانبوت تمام اللي باللون الازرق. شو راح يكون شكل الاوتبوت؟ ايه دكتور، كانه مش بس تغير واحد، لانه البيكس مش متساويات بالامبتيتيود. نعم، كانه صار اكثر من تغيير، يعني مش بس انه تغير تحركت لفوق، لانه شكل السنسور تغير كله. هذا ستيدي ستيت، هذا المطلوب منا. اللي قبل هذا مش ستيدي ستيت، احنا كنا نحكي مش ستيدي ستيت بالربع الاول صح، بس هون لا، حتى هون زاد عن الربع الاول، هون ظل انه مش ستيدي ستيت لحد الربع الثالث تقريبا، او لحد الربع الثالث. ليش؟ طبعا ما كان ستيدي ستيت لحد الربع الثالث لانه بسبب توصيلة الدايود، لانه معاكس، لانه اول شيء لانه هاي الكاباستر عندي، لانه اول شيء ظل الدايود اوف بالدورة الأولى، يعني هون لما كان نيجاتيف ظل الدايد أوف، أو عفوا لما كان بوزيتيف، أنا دايد معكوس أنا، فهون كان الدايد أوف، وبعدين بس وصل هون عند النقطة هاي لحد النقطة هاي هون كان أون، يعني هو الدايد كان أون بهاي هذا الربع، بس ربع واحد صحيح، ولكن إجا متأخر ربع شوي، إجا بعد النص الدورة الأولى. لانه هذا كان بنص الدوره الاولى كلياته كان، وهو موجب يعني كان دائما الدايد اوف، ومتى بلش يشتغل ويشحن الكاباستر؟ من هاي الفتره من هون لهون. ف الستيدي ستيت طول، احنا بالسؤال اللي قبل لانه كان دايد معكوس، كان دايد هيك اتجاهه، فكنا فقط محتاجين للربع الاول حتى يشحن الكاباستر، حكينا انه الدايد بصير اون بهذا الربع. هون لانه الدايد معكوس كل الربع كل النصف الاول كان الدايد اوف ما كان يشحن، فقط بلش يشحن من هون. فعشان هيك صار شكل السيجنال بهذا الشكل، يعني هون بالجزء الاول هيك بدها تكون، يعني الفرق بيناتهم في بي، هاي في بي لانه دايد اوف والكاباستر فولتي عليه صفر، فالفي اوت عباره عن في اس زائد في بي. وبعدين هون بضل نفس الشيء لحد ما نوصل لعند النقطة هاي، عند النقطة هاي بلش يشحن الكاباستر وصارت هيك. وبعدين احنا بهمناش هذا الحكي كلياته عشان ما تخربطوا، ما بهمنيش، بهمني انا ستيدي ستيت. الستيدي ستيت كيف نوجده؟ خطوتين، هاي خطوة أولى وهاي خطوة ثانية. تمام يا عبد الرحمن؟ تمام دكتور، احنا مش مطالبين نوجد أي شيء قبل الستيدي ستيت، صحيح؟ هو سهل تقدر توجده، بس يعني بده ياخذ وقت ومش مطالبين، بس بدك عادي تقدر توجد كم قيمة في أوتبوت قبل الستيدي ستيت. خلص تمام حلو. بس هو السؤال طالب منك الستيدي ستيت. تمام. في حدا عنده أي سؤال؟ واضح الأمور؟ الكل فاهم؟ طيب احنا هيك بنكون كملنا تشابتر 2، وبلكي ان شاء الله انا بحط لكم اسايمنت على تشابتر 2. والمره الجايه ان شاء الله بنبلش بتشابتر
5 chapter 5 تمام. في حدا عنده سؤال قبل ما ننهي المحاضرة؟ تمام دكتور يعطيك العافية. طيب معناته يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله بعد بكرة.